اللي حابب يعرف البوتاجاز من جوه بيبقى عبارة عن ايه؟ هو ده البوتاجاز من الداخل، او ده سطح البوتاجاز من الداخل، بيبقى عبارة عن طبقة عزل حراري، ده صوف صخري، وطبقة سلوفان سيلفر اللي باللون الذهبي ده او النحاسي ده، ده بيبقى عبارة عن محابس. المحبس ده اهم حاجة، لان ده لو حصل تسريب لا قدر الله هو بيبقى من المحبس ده. الجزء ده جزء الكهرباء، والجزء الخاص بالاشعال الذاتي والامان الكامل في حالة الامان، دي الكتلة بتاعة الامان الكامل. واللي في المسامير ده بيبقى الغرفة نفسها، غرفة الاحتراق. طيب انا لو عندي مشكلة في ان البوتاجاز بيسخن، جسم البوتاجاز بيسخن، الزرار اللي قدام المفاتيح نفسها بتسخن، بيبقى في مشكلة في العزل نفسه، اللي هو بيبقى الصوف الصخري اللي هو الظاهر قدامنا اللي هو السيلفر ده، ده الناحية التانية صوف صخري شعر اللي هو بيبقى لونه اصفر. انا ممكن ازود في الاماكن الفراغات اللي في الجنب في حالة الفرن، عاوز ازود عزل عند المفاتيح زي ما هو ظاهر قدامنا باللون الاصفر اللي هو ورا المحابس، قدام المحابس ورا المفاتيح بالظبط، بزود صوف صخري براحتي، مفيش منه ضرر في حالة الزيادة، بالعكس ده الافضل اللي انا ازوده، ده بيزود معايا العزل الحراري اكتر، بيخلي المفاتيح ما تسخنش، وده الحل الامثل في الحالة دي.